الآيه حتى يخوض في حديث غير وانا وهو قبل ذكر كلام للامام العلامه السعدي رحمه الله وبنجي الرد عليه باذن الله سبحانه وتعالى على هذا الفهم الخاطئ من هذا الصبي الغير قال السعدي قال شنو قال المراد بالخوض في ايات الله التكلم بما يخالف الحق من تحسين المقالات الباطلة والدعوة إليها ومدح أهلها يعني قبل نمشي لقدام السعدي ده بيرد على الناس اللي بيمدحوا أهل المقالات الباطلة من أهل البدع وغيره وده في رد على أنصار السنة هذا ما كلام السعدي قال والإعراض عن الحق والقدح فيه وفي أهله فأمر الله رسوله أصلا وأمته تبعا إذا رأوا من يخوض بآيات الله بشيء مما ذكر بالإعراض عنهم وعدم, وعدم حضور مجالس الخائضين بالباطل والاستمرار على ذلك حتى يكون البحث والخوض في كلام غيره فإذا كان في كلام غيره زال النهي المذكور فإن كان, فإن كان مصلحة كان مأمورا به يعني بعد ما هم يسكتوا وده ده قول بعض المفسرين وحنجي نذكر كلام العلماء والجمع بين هذا الكلام طيب فبعض العلماء قالوا يا أخي إن المبطل إذا تكلم في باطل تقوم وتمش منه لكن بعد ذاك إذا ترك الباطل فإنت يعني بتقعد قال إذا كان في مصلحة ده كلام السعدي ما فكه ساكت قال فإن كان مصلحة كان مأمورا به وإن كان غير ذلك كان غير مفيد ولا مأمور به وفي ذم الخوض بالباطل حث على البحث والنظر والمناظرة إلى آخر آه كلامه قال فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين يشمل الخائضين بالباطل و و وكل متكلم بمحرم أو فاعل لمحرم فإنه يحرم الجلوس والحضور عند حضور المنكر الذي لا يقدر على إزالته يعني أنت قعدت في مجلس في منكر فإنت جنو فإنت تمر بعد ذاك هم بيقوا ما بيتكلموا في المنكر ده هذا ما قاله بعض العلماء طيب نجيب هنا كلام الإمام القرطبي في الجزء 8 صفحة 418 طيب وهو بيرد على من قال من بعض اهل العلم انه الايه دي انت بتقعد في المجلس اذا ما كان في استهزاء اذا كان في استهزاء بتقوم اذا اذا خلو الاستهزاء وتركوا الاستهزاء بتقعد للمصلحه زي كلام السعدي رحمه الله فهنا الامام القرطبي برضه بيرد على الكلام ده ذاته قال حتى لو ما كان بي يعني بخوض في ايات الله برضه ما تقعد معهم قال قال روى شبل عن أبي, عن أبي نجيح عن مجاهد في قوله وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا قال هم الذين يستهزئون بكتاب الله نهاه الله أن يجلس معهم إلا أن ينسى فإذا ذكر قام وده برضو قول لبعض أهل العلم إنه بتقعد معهم لما تنسى لما ما يقول الباطل لكن إذا تذكرت تقوم ثم قال هم الذين يقولون في القرآن غير, غير الحق قال الثانية المسألة الثانية في هذه الآية رد من كتاب الله عز وجل على من زعم أن الأئمة الذين هم حجج وأتباع وأتباعهم لهم أن يخالطوا الفاسقين ويصوبوا آراءهم تقية برده قول رد عليه الإمام القرطبي رحمه الله قال وذكر الطبري عن أبي جعفر محمد بن علي رضي الله عنه أنه قال لا تجالسوا أهل الخصومات فإنهم الذين يخوضون في آيات الله قال ابن العربي يعني صاحب الأحكام وصاحب العواصم من القواصم الإمام المالكي المعروف المفسر قال وهذا دليل على أن مجالسة أهل المنكر لا تحل أمسك واحد قال ابن خويز من داد من خاض في آيات الله تركت مجالسته وهجر مؤمنا كان أو كافرا قال ولذلك منع أصحابنا الدخول إلى أرض العدو ودخول كنائسهم والبيع ومجالسة الكفار وأهل البدع والا تعتقد مودتهم ولا يسمع كلامهم ولا مناظرتهم ده كلام منه ده كلام آه الامام يعني ابن خويز منداد نقل الامام القرطبي وقال بعض اهل البدع لابي عمران النخعي اسمع مني كلمه فاعرض عنه وقال ولا نصف كلمه ومثله عن ايوب وقال الفضيل بن عياض من احب صاحب بدعه احبط الله عمله واخرج نور الاسلام من قلبه ومن زوج كريمته من مبتدع فقد قطع رحمها ومن جلس مع صاحب بدعه لم يعط الحكمه واذا علم الله عز وجل من رجل انه مبغض لصاحب بدعه رجوت ان يغفر الله له وروى ابو عبد الله الحاكم عن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وقر صاحب بدعه فقد اعان على هدم الاسلام فبطل بهذا كله قول من زعم ان مجالستهم جائزه اذا صانوا اسماعهم. هنا واحد من علماء الافاضل الكبار ذكر قول. وهنا القرطبي ذكر قول لكن بادلته فتسمع كلام منه. تسمع كلام منه. وإن كان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله توجيه إنه يستدل بالآية دي على على ترك مجالس المنكر وأما ترك مجالسة أهل المنكر وأصحاب المنكر بيقول إنه أدلة أدلة تانية وهي كحديث كعب بن مالك وغيره من الأدلة نشوف كلام الإمام الشوكاني رحمه الله وأنا قبل نسيت أنقل كلام الشوكاني في مسألة حتى يخوض في حديث غيره ودي ذات مناسبه سمحه ننقله قال وفي هذه الايه موعظه عظيمه دي نضيفه قبيل لكلام الامام القرطبي وفي هذه الايه موعظه عظيمه لمن يتسمح بمجالسه المبتدعه الذين يحرفون كلام الله. ويتلاعبون بكتابه وسنة رسوله ويردون ذلك إلى أهوائهم المضلة وبدعهم الفاسدة فإنه إذا لم ينكر عليهم ويغير ما هم فيه فأقل الأحوال أن يترك مجالستهم وذلك يسير عليه غير يسير أقل الأحوال قال ما تجلس معهم قال وقد يجعلون حضوره معهم مع تنزهه عما يتلبسون به شبهة يشبهون بها على العامة فيكون في حضوره مفسدة زائدة على مجرد سماع المنكر يعني غير انك تسمع المنكر دي مفسده كذلك الناس يغتروا دي مفسده وده برضه ذكره العثيمين وده فيها رد على الولد داك الجابك ابن القيم قال اذا ما حصل ما حصلت مفسده اعظم هذه مفسده اعظم قالوا لك العلماء بتسمع كلام العلماء ولا انت اللي بتغيم المصالح والمفاسد يا ميني حزبي ما تام ذاته حزبي المهم قال وقد شاهدنا من هذه المجالس الملعونه كلام الامام الشوكاني ما لا ياتي عليه الحصر وقمنا في نصره الحق ودفع الباطل بما قدرنا عليه وبلغت اليه طاقتنا ومن عرف هذه الشريعه المطهره ومن عرف هذه الشريعه المطهره حق معرفتها علم أن مجالسة أهل البدع المضلة فيها من المفسدة أضعاف أضعاف ما في مجالسة من يعصي الله بفعل شيء من المحرمات. كلام أوضح من الشمس في رابعة النهار. قال: فلا تقعد بعد الذكر مع القوم الظالمين إلى آخر كلامه.